نصائح سحرية لنشاط وحيوية أكثر في رمضان. سلام الله عليكم ومرحبا بمشاهدي قناة عالم العجائب. شهر رمضان شهر مليء بالخيرات والجميع ينتظره طوال العام، ومع ذلك فإن العديد من الأشخاص قد يعانون من حالات الإجهاد والتعب أثناء فترة الصيام أو بعد الإفطار بسبب تناول الأطعمة الدسمة وغير الصحية، وكل ذلك بالطبع يؤثر بالسلب في أداء الأعمال أو الدراسة. ولهذا نقدم لكم بعض النصائح الصحية الهامة التي يشير إليها اختصاصي التغذية لتجنب الشعور بالإجهاد والتعب والخمول، وتساعدك على الشعور بالحيوية والنشاط في رمضان. أولاً، ممارسة الرياضة. ممارسة أي نشاط رياضي بعد الإفطار يعمل على تعزيز ودعم نشاط وحيوية الجسم، ولذلك من الأفضل القيام بأداء بعض التمارين الرياضية يومياً دون كسل بعد انتهاء من تناول وجبة الإفطار لصحة وسلامة الصائم في رمضان. فيمكنك القيام بأي نشاط رياضي ولو بسيط مثل المشي لمدة من حوالي 15 إلى 20 دقيقة، فذلك يساعد على تجنب الشعور بالإجهاد والتعب. ثانياً، تناول الطعام تدريجياً. من المهم عند تناول الطعام أن يكون بشكل تدريجي، حيث أن تناول الطعام بسرعة وبكميات كبيرة قد يؤدي لكثير من الأحيان إلى سوء الهضم، كما أنه يتسبب في إهمال الجسم للعديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها. فيمكنك البدء بسلطة الخضروات والشوربة أولا، ثم أخذ قسط من الراحة. بعد ذلك تستطيع تناول وجبة الإفطار الرئيسية بعد أداء صلاة المغرب، حيث أن التدرج في تناول الطعام يساعد في تنظيم امتصاص الجسم للعناصر الغذائية التي يحتاجها، مما يعمل على عدم الشعور بالتعب والإجهاد في رمضان. ثالثاً، الحصول على قدر كافي من الراحة. يجب أن يحرص الصائم على أخذ قسط كافي من الراحة والاسترخاء خاصة في الليل. رابعاً، تناول طعام صحي ومتوازي. تناول الوجبات الصحية الغنية بالعناصر الغذائية المختلفة مثل الخضروات والفواكه والعصائر والمياه التي تعتبر عاملاً مهماً لراحة المعدة، وتجنب تناول الأطعمة المشبعة بالزيوت والدهون والتي تسبب في زيادة الوزن. أيضا ينبغي عند تناول الطعام أن تقوم بمضغه ببطء لكي تستطيع المعدة هضمه جيدا دون أن تصاب بمشاكل في الهضم والتي تؤدي إلى التعب والإجهاد للصائم. خامسا، تناول وجبة السحور. من الهام الحرص على تناول وجبة السحور لأنها تعتبر أهم وجبة في اليوم، فبفضلها يتحرك الجسم وتعطيك القدرة على تحمل مشقة اليوم. سادساً، تجنب النوم مباشرة بعد السحور. يجب تجنب النوم مباشرة بعد تناول وجبة السحور، وذلك لكي يتمكن الجسم من الحصول على الطاقة الكاملة التي تحتويها وجبة السحور، وذلك بفضل انتظار حوالي مدة لا تقل عن ساعة لكي يستفيد الجسم من السعرات الحرارية التي تحتوي عليها هذه الوجبة. سابعاً، أداء صلاة التراويح. من النصائح الهامة التي يفضل القيام بها هي أداء صلاة التراويح، لما لها من فوائد متعددة سواء من ناحية الدينية أو من ناحية الجسمانية، حيث الذهاب إلى المسجد يعمل على تجديد الطاقة للجسم، كما أن حركات الصلاة تعتبر حركات رياضية بسيطة تقوي العضلات، كما أنها تساعد على هضم الطعام بسرعة. ثامناً، تجنب تناول الشاي والقهوة. من الضروري الحرص على تجنب تناول الشاي والقهوة في المساء، ومن الأفضل أن تستبدلها بالمياه المعدنية والعصير. أيضاً لا يجب الإكثار من تناول الحلويات والمكسرات. وأخيراً، شرب المياه بكثرة. بالطبع من أفضل النصائح العامة التي دائما ينصح بها عموما وبالطبع في رمضان هو شرب كميات كثيرة من المياه، حوالي ما يقارب 8 أكواب، وذلك ما بين الإفطار وحتى السحور. وأتمنى أن هذه النصائح قد أفادتكم، وإلى أن أراكم في حلقة جديدة وموضوع جديد لا يسعني إلا أن أشكركم على حسن المتابعة. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.